الأوائل على الأقسام العلمية يطالبون بالتعيين، والمحاضرين في البصرة يطالبون بتحويل العقود بتحويلهم إلى عقود. بيقار تشهد مؤتمر لعرض الابتكارات العلمية للباحثين في مختلف التخصصات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، طبعا تحية طيبة لكم وحلقة جديدة من صوت عراقي الآن على شاشة الفرات الفضائية وعلى المنصات اللي تظهر لكم. هذا الرقم اللي من خلاله تتواصلون مع البرنامج. قضية المفسوخة عقودهم من الخطوط الجوية العراقية، للآن يطالبون بتنفيذ قرار عودتهم للخدمة، وطبعا صدرت العديد من الكتب بهذا الخصوص، ولكن الموضوع ما زال متوقف، واليوم كانت عندهم وقفة أمام وزارة النقل، فراح نتابع الزميل محمد كاظم اللي عدلنا هذه الرسالة. تحية طيبة لكم مشاهدي الأكارم، جولتنا لهذا اليوم راح تكون حول تظاهرات عقود وأجور شركة الخطوط الجوية العراقية اللي يظهرون أمام وزارة النقل. راح نتواجد وياهم ونشوف شنو مشكلتهم وين وصلت مطالباتهم بهذا الخصوص، خليكم ويانا. قضيتنا المتوقفة كتابنا احنا اللي عددنا 283 موظف مفسوخة عقودهم. طلع الكتاب من الوزارة يوم 4/4 المجلس الوزراء، يوم 17/4 رجع الكتاب من مجلس الوزراء رجع للوزارة، ومن يوم 17 بالشهر لحد هذا اليوم ما نعرف مصير الكتاب شنو على يعني شنو رجع الكتاب وشنو الإجابة؟ الكتاب ليش لحد الآن باقي؟ وإحنا يومية طالعين بهالشمس وبهالحار، إحنا وأطفالنا وهاي الشباب قدامك من الساعة 7 الصبح لحد هذه اللحظة هاي واقفين بالشمس، ما حد لحد الآن ما حد جانا قال يابا شنو شو محتاجين؟ شنو مناشدتكم؟ أحد طلع لنا دخلنا جوا سيد معالي وزير النقل، يعني احنا الناجده من يوم 17 بالشهر ولحد هذا اليوم، يعني احسبها كم يوم صار للكتاب نايم. ليش احنا نريد الكتاب يخلص؟ احنا عوائل عندنا ومنتظرين، وهاي شباب صار لنا شهر نروح ونرجع، هذا الباب ما يخلونا ندخله، ما اعرف شنو السبب. الكتاب مدى يطلع شنو السبب ما جاي نعرف، بي موافقات رسميه بي تخصيص مالي الكتاب، وبي يعني عدم الممانعة بي، وشركة بحاجة الماسة لينا. هي الشركة اليوم احنا شركة رايدتنا، واحنا عندنا تخصيص مالي، يعني احنا يعني الشركة رايدتنا، ليش يعني ما جاي يطلع الكتاب؟ ما جاي نعرف شنو السبب؟ يعني هاي العوائل الفقيرة، يعني انا جاي احكي وياك هسه ماجستير قانون، يعني احنا عندنا يعني عندنا شهادة، عندنا دبلوم، عندنا ماجستير، عندنا بكالوريوس، عندنا دكتوراه، ويعني دكتوراه عقد يعني، وواقف متظاهر يعني حاله حال العالم. يعني احنا البينا اللي يشتغل عماله تعرف، البينا اللي يشتغل يعني هاي الاوقات يعني الحرف يعني الموجوده. احنا كتابنا من 4/4 كان موجود لحد هسه 17/4 الكتاب بعده يم الوزير، فاحنا ما نعرف شنو الاسباب اللي يخلي الكتاب يطول لهالمده، واحنا اصحاب عوائل واكو ناس من المحافظات وفرص عمل ماكو بالنسبه لاعمارنا، فاحنا نطالب رئاسه الوزراء يرجعونا. والله ملينا قسم بكل حرف بالقران، انا عايف عندي طفل بالمستشفى عايفه وجيت هنا حتى ساند، طالب اكثر شيء ما طالب شيء من يمه غير بس انه هو يعطينا حقي لا اكثر ولا اقل. يعني احنا نطالب الوزير باسم الانسانيه بكل انسان شريف بهالبلد هذا، بكل نائب عنده غيره على هذا البلد، يرضى هيك اخوته، يرضى هيك الناس،
يعني احنا ابسط مثال الاسفلت احنا قدامنا ما نقدر نتحمل من الحر، ما يتوقفوا بعينهم هذا الشيء، ما شوي رف قلبهم علينا. والله الله يقول سبحانه وتعالى يقول ارحموا بالارض يرحمكم في السماء، يرحمونا عم رحمونا كل شيء ما نريد يا استاذ العزيز. يعني احنا والله تعبنا، والله تعبنا. يعني اول شغله انه انا جانجي احنا مصاريف علينا وجانجي بكراه وناس تعبانه وقاعدين بالتجاوزات، انا واحد من الناس قاعد بالتجاوز. يعني حصل علي انه انا يجينا ابو الايجار من يقول لي يا بريد ايجارك بالشهر، شو اقول له انا؟ اقول له انا ما اقدر، ما عندي فلوس انا اعطيك، شوي استحملني. مره مرتين ثلاثه بعد ما يتحمل، نقوم ذاك اليوم انا ان شاء الله انغراض ونذبن. يعني وين الى متى هيك نوصل؟ الى متى هيك؟ فاحنا نطالب سياده الوزير النقل عبد الرزاق محيبس السعداوي، نطالبه نقول له بشاربك، احنا اخوتك واحنا ولدك وانت وعدتنا، واحنا اللي نريده من يمك بس حقنا كل شيء ما نريد. بعد ما شاهدنا آراء المتظاهرين ومطالباتهم بخصوص عودتهم لوظائفهم في شركة الخطوط الجوية العراقية بعد استحصال الموافقات الرسمية من إدارة الشركة وأيضا التخصيص المالي، رسالتنا إلى وزارة النقل ووزير النقل إلى النظر بعين الأبوة لأهلك وناسك اللي يتظاهرون بهذه الأجواء الحارة. وصلنا لكم لختام جولتنا لهذا اليوم. العشرة الأوائل من خريجي الأقسام العلمية في جميع الكليات يطالبون بشمولهم بالتعيين واحتوائهم ضمن مجلس الخدمة الاتحادي. طبعا قبل لا أخذ هذه المناشدة وهذه القضية نأخذ الاتصال لأنه موجود الأخ أحمد ممثل عقود الخطوط الجوية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا العزيزة، أولا نشكر قناة الفرات ومساندتها وبرنامج صوت عراقي، شكرا جزيلا لكم. أهلا بكم ستنا العزيزة. رسالتنا للسيد معالي وزير النقل، احنا ما يقارب لمدة شهر كتاب في مكتب معاليك. ما هي الأسباب والمسوغات اللي مخلية الكتاب في مكتب معاليك؟ احنا اليوم ظهرنا في بوابة وزارة النقل وكانت كاميرا الفرات متواجدة مشكورة، يعني من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا أي مسؤول من وزارة النقل ما تواصلوا ويانا، يعني بل بالعكس أي استجابة ماكو. فإحنا من خلالكم نطالب السيد دولة رئيس الوزراء بالتدخل لحل قضيتنا، وكمان نشاهد السيد عمار الحكيم من خلال قناة الفرات بالتدخل لحل قضيتنا، لأنه قضيتنا طال الأمد بها. هي قضيتكم مو المفروض انحلت أحمد؟ والله يا ستي يعني إحنا إن قضيتنا يعني هو الكتاب أصلاً محلول يعني بتخصيص مالي بعدم ممانعة من شركة الفرات. إحنا خلنا نرجع نذكر، أنتوا جيد عددكم؟ احنا عددنا 283 شاب وداخلين دورات في شركه الخطوط الجويه العراقيه، عندهم خبرات. يعني احنا ما نعرف يعني وزير النقل يصادق على تعيينات جديده، خوب انت بدل ما 200 لو 400 لا ست احنا 283 ال 400 تقلصت صارت 283. طيب صارت فيها عدم ممانعه وصار فيهم تخصيص مالها، هاي 283 من عقد واجل. نعم. ما نعرف شنو الاسباب والمسوغات اللي هاي المماطله، يعني كتابنا ما يقارب صار فوق شهر ونص في تخصيص مالي وبعدم ممانعه من الشركه. شنو الاسباب؟ ما جاي نعرف، اي شخص ما جاي يتواصل ويانا، بل بالعكس يعني حتى دخولنا للوزاره المنع. شنو السبب؟ ما جاي نعرف. تعيينات بالوزاره يوميا ما يقارب 2967، بدل ما تعينون هاي الناس الجدد تعينوا هاي الناس اللي عندها خبرات وعندها دورات بالشركه. ما جاي نعرف شنو هاي الاسباب، ما جاي نعرف يعني شنو موضوعكم انطوت صفحته خلينا نقول بالنسبه لهم. والله يا ست ما يعني انا هسه تجين وياي بهذا الموضوع. انتم كتنسيقيه اي خبر ما جاي ينطون نفس واليوم كاميرا الفرات كانت متواجده ويانا. نعم. اي خبر ما جاي ينطون ولا يتواصلون معانا اصلا. فاحنا من خلالكم ست الناشد دوله رئيس الوزراء بتدخل حق قضيتنا، الناس سماحة السيد عمار الحكيم بالتدخل عن قضيتنا. نعم. لأن قضيتنا طال التسويف بها، طال الأمد بها، ما نعرف أكو أسماء تريد تستبدل بمكاننا، أكو ناس بمكاننا يردون يعينوهم، ما جاي نعرف. طيب ليش هل تعتيم الإعلام على قضيتنا؟ ما جاي نعرف.
فانتم توجهون رساله او مناشده؟ والله يا ست احنا من خلالكم من خلال برنامجكم الناشد دوله رئيس الوزراء بالتدخل لحل قضيتنا. والناشد سماحه السيد عمار الحكيم بالتدخل لحل قضيتنا، ناشدك باسم الابوه باسم العراق لان هاي عوائل متضرره، عوائل فقراء، وكاميرا التراث كانت متواجده، يعني يشهد الله ورسوله اليوم ويانا شخص يعني ما عنده ايجار هذا الشهر. صادقين احنا متابعين قضيتكم ونعرف شنو اللي يدور. ابدا يعني ماكو اي استجابه من الساعه 7 صباحا للساعه بالوحده الظهر، يعني اجت قوة امنيه قالت انتم ما يصير تبقون لانه الدوام انتهى وما يصير تعتصمون بوابه الوزاره. انسحبنا احتراما للقوات الامنيه، انسحبنا من بوابه الوزاره. فاحنا من خلالكم نناشد دوله رئيس الوزراء التدخل لحل قضيتنا، نناشد سماحه السيد عمار الحكيم التدخل بحل قضيتنا. نعم. لانه يعني الوزير ما نعرف يعني ليش هالتعشيم على قضيتنا، ما جاي نعرف. جاي ندخل الوزاره اي استجابه ماكو. نضم صوتنا الى صوتكم ونطالب بحل قضيه الاخوه المفسوخه عقودهم في الخطوط الجويه العراقيه. اشكرك احمد. شكرا. وبالنسبة للعشرة الأوائل من خريجي الأقسام العلمية في كل الكليات يطالبون بشمولهم بالتعيين واحتوائهم ضمن مجلس الخدمة الاتحادي. نكرر أنه هذه السنة تعتبر من السنوات الاستثنائية في قضية التعيين. ليش؟ لأنه تقريبا عشرات الآلاف من الخريجين انشملوا ابتداء من البكالوريوس، ماجستير، دكتوراه والعديد من الاختصاصات والشرائح. لذلك خطة الدولة هي استيعاب أكبر عدد من الخريجين لامتصاص وتقليص البطالة من خلال أيضا فتح أبواب الاستثمار. راح نتابع جزء من تظاهرات ومطالب العشرة الأوائل. طيب من البصرة أيضا المحاضرين يطالبون، محاضرين 2020 يطالبون بتحويلهم إلى عقود أسرية. الحكومة المركزية قطت البصرة 27 مليار تخصيص مالي موجود، مرفع لي 10,000 درجة من تاريخ 1/1/21 وأسحنا يوم 1/5/2023 خمس سنوات لغاية اللحظة ما تم اتخاذ الإجراء اللازم بالعلم البصرة وبغداد وكربلاء بنفس الكتاب كربلاء وبغداد باشروا سمارات ثبتوا البصرة وثبتوا البصرة لغاية وطبعا بالنسبة للمحاضرين كان المفروض يكون معانا ممثل محاضري 2020 لكن ما أعرف شو الموضوع، ما تم الاتصال وياه مع العلم حاولنا. إذا قضية أخرى اللي هي قضية المراجعات، المواطن من يطلع إلى دائرة معينة أو يوقف حتى يطالب بقضية، هنا واجب المسؤول أن يهتم بالمواطن، فبالنتيجة المسؤول هو صاحب الشأن اللي بإمكانه أن يحل مشكلة المواطنين. مرة المشكلة بها مجال تنحل أو الطلب اللي يتقدم به المواطن ممكن يكون محق ومرة غير قابلة للحل والطلب خارج السياقات، فبالحالتين
اكو طرق للتعامل مع هذه الحالات بطريقه حضاريه بدون اي تصرف غير لائق، وهذه الحاله موجوده باغلب الدوائر، امر جيد. لكن اليوم في الانبار من امام مبنى مؤسسه الشهداء تم الاعتداء على مجموعه من المواطنين اللي دا يطالبون ببعض حقوقهم. مناشدة عبر الهاتف من كربلاء المقدسة. حيدر السلام عليكم. السلام، أهلا بك، تفضل. أنا عندي تظلم. أي قول شنو هو؟ على نزاهة الداخلية عندي عادة على المفصولين. أي خلينا نعرف القضية شنو هي. أنا كملت فحص مالتي كامل بالتمام وعندي كتب رسمية بهن، راجعت الموارد البشرية لقيت اسمي مرفوض لأسباب صحية. أسباب صحية؟ لأسباب صحية. وأنا حاليا كنت ما بي يعني أنا مستعد أواجه أي نجدة طبية. راجعت الوزارة يقول لي باكر عقبة باكر عقبة، ولحد هاي اللحظة كنت ما سوى لي شيء. هو اسمك موجود؟ اسمه موجود بالقرص وعندي كتب رسمية بهن. زين. موجود الأخ؟ موجود حضرتك؟ اي اسمه موجود. لا انت كان. انت موجود، صوتك الآن موجود. خليني اعرف تفاصيل اكثر عن القضية من بعد اذنك. اي والله مرادك. وياي موجود الاتصال؟ اقول لك انه خلي نسمع تفاصيل اكثر عن القضية حتى من نرفع المناشدة، يعني وزارة الداخلية تعرف شنو تفاصيل وحيثيات القضية. أنا كملت فحص في الأكاديمية مال الشرطة مال بغداد. زين. أجي اسمي بالقرص. أي هاي شو وقت؟ هاي شهر 11 سنة 2022. زين. الفحص الأخير. زين. نزلوا علي من كربلاء، من كربلاء رحت الكتاب للأكاديمية. فحصت وكملت، قال لي الدكتور قال لي بها الموفقية إن شاء الله، بها الخير. يعني المفروض الأمور ماشية غير؟ ماشية، بس أنا الموارد البشرية. جد اسمي بالحاسبة يقول لي مرفوض لأسباب صحية. مرفوض لأسباب صحية؟ تتعاني من مشكلة صحية؟ لا ما عندي شيء يا كريم، يعني أستعد أواجه أي لجنة طبية. يعني أكو اشتباه بالقضية؟ أكو اشتباه بالموضوع؟ يعني أنا موقف سليم. فأنت شو يعني سويت؟ يعني حتى الاستمارة مالتي بالفحص الطبي مكتوب عليها يصح على الخدمة. جيد. فأنت شنو بدورك هنا سويت؟ كملت معامله وقالوا لي على الموازنه، لما راجعت الموازنه البشريه قال لي مرفوض. رجعت بعد راجعت؟ راجعت مرتين. وبعدها شنو؟ قعدت وسكتت صح؟ ولحد الان اروح الكربلاء ابو كربلاء يجي يروح لبغداد، اروح لبغداد يجي يروح للاكاديميه. يعني وانا اسمي موجود بالقرص. زين، فانت هنا هسه وجه مناشده واحنا نضم صوتنا الى صوتك، ويعني يا ريت توصل هذه المناشده لوزاره الداخليه. اي تفضل. تفضل ناشد او وجه رساله. ما يسمعني. ما يسمعني. طيب انا اشكرك. شكرا جزيلا. يعني قضيته هي صارت واضحه، فاحنا بدورنا نرفع هذه القضيه الى وزاره الداخليه للنظر بموضوع الاخ المتصل من كربلاء المقدسه. نروح لفاصل إذا تسمح. تمام، ها يلا نروح للمؤتمر. بالنسبة لقضية الابتكارات العلمية، العقل العراقي معروف بالإبداع، خصوصا إذا أكو ظروف ملائمة ومشجعة فهنا راح يتفجر الإبداع. الابتكارات اللي تصير بالجامعات العراقية كثيرة،
من آخرها ما شهدته محافظة ديقار من إقامة مؤتمر للابتكارات العلمية بالمجالات المختلفة. أقامت الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا معرضاً دولياً لبراءات الاختراع، وشمل هذا المعرض بحدود 80 براءة اختراع شاركت بها 18 جامعة عراقية، وتناول هذا المعرض بمختلف التخصصات الزراعية والطبية والهندسية. مشاركتي كانت حقيقة ببراءة الاختراع اللي مثل ما شاهدونها بالبوستر، انتاج لقاح ضد داء الليشمانيا الحشوي الكلبي. حقيقة هذا المرض يصيب الأطفال بعمر 5 سنوات أو 3 سنوات إلى 10 سنوات، ينتقل المرض إلى الأطفال عن طريق ذبابة الحشرة اللي تنقل المرض من الحيوانات المصابة إلى الإنسان. إحنا سوينا فد لقاح مضعف محلي من الجراثيم أو الخلايا الحية لطفيليات الليشمانية مختبريا، ضعفناها بالحرارة المؤصدة وبدأنا نحقنها بجرع تحدي ضمن حيوانات بنات آوى كنموذج لدراسة اللقاح واكتشاف مدى فعالية اللقاح، والحمد لله والشكر أعطانا نتائج مشجعة ورائعة. بالنسبة لي مشارك في براءة اختراع هو إطار ذكي لجمع سم النحل. هذا سم النحل طبعا كما قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ووحى ربك للنحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية قوم يتفكرون. هذا الشراب أحد الشرابات اللي يخرجها والنحل من جسمه، يخرج العسل، يخرج الغذاء الملكي من الغدد البلعومية، يخرج الشمع من الغدد البطنية الشمعية، يخرج سم النحل. هذا سم النحل اليوم هو بفوائد كثيرة، منها الاستشفاء الأمراض العديدة ضمن خطة وإشراف أطباء وإشراف مختصين. فهذا إحنا استطاعنا أن نجمع هذا السم من الحشرة بدون أن نقتلها، لأنه النحلة بعد اللسع تموت، فإحنا ما نريد يعني نقتل النحل، ونجمع العسل بكل سلاسة بضمن البرنامج بالموبايل بالهاتف النقال اللي هو نقدر مثل المنحل بعد 50-100 كيلومتر ببرنامج أردوينو، نقدر نفعله نقول له أون ويقيس لنا الحرارة والرطوبة والرياح والحالة الصحية والوزن الخلايا، ونستعمله في أمور الطبية. ينتهي صوت عراقي. السلام عليكم ورحمة الله.